حقيقة يجد الإنسان نفسه عاجزا أن يتكلم عن عباقرة وعن أناس ليس الذين هم موضوع احتفالنا، ولكن حتى الناس الذين مروا من هذا المكان. طوبى لهم، لأننا لم نعرف في كل صفحات هذه المؤسسة إلا أناس جادين عاملين ونحن نمشي على خطى. أولا أهني أسرة كل من الأساتذة إبراهيم الكتيب، سي حاج محمد البكير، وأخونا رقي الدين. لماذا لم نهني هذه الأسر؟ نهني هذه الأسر لأنها هي التي كانت من وراء هؤلاء، وهي التي ضحت بما لديها من أجل أن يبلغ هؤلاء هذه المكانة التي نفسها ونفوها في قلوبنا. هنيئا لكم، نحن نشكركم جميعا، وقد سمينا هذا اليوم هو يوم الوفاء ويوم العرفان. لماذا سمي يوم الوفاء ويوم العرفان؟ فلو فتحنا الباب ليكون هذا الاحتفال عاما لكان فعلا واو الوفاء من طرف جميع التلاميذ، لأن الشخص الأستاذ الذي أمضى سنوات فالوفاء يتجلى في هذه الفئات التي درست على يدي. العرفان بالجميل، العرفان بالجهودات، العرفان بالتضحيات. أشكركم جميعا وأتمنى لكم العافية وشكرا جزيلا.